اهو ولعت ولعت ولعت. انت حاضر تحطلوش تايمر بقى. هناخد مين معانا؟ مين معانا؟ ندى. قولي الو بقى يا مرضى. ازيك يا ندود؟ الو الو معاكي مرضى. هي حبيبتي. ازيك يا مرضى؟ حبيبتي حبيبتي نور الشاشه. الله يسترك. عامله ايه؟ ايه الحاجات الحلوه اللي بتعمليها دي؟ شفتي الطرحه؟ لا بتقول لك على الاكله يا مرضى مش على انا. ايه حبيبتي؟ المساكات بتقول لك نور الشيف. الله يخليك. الله يخليك يا رب. مين الشيف؟ انا الشيف. انا الشيف برضه. طيب خلاص يا مرضى الشيف النهارده. معلش يا ندى. معلش معلش يا ندى. خليها نستحملها النهارده ضيفتنا بقى. والله اسيبها لكم وامشي. لا ندى انت معايا؟ ايوه معاكي. شفتي شفتي مريضة عامله فيا ايه النهارده؟ بحبك يا ندى. بتاكل مني الجو. بتقولك بحبك يا ندى. شايفه؟ فصلت ندى. معكوش رصيد. اشحنه بقى. ماشي يا مالي. قلبت على كبده كده ليه؟ لا مش كبده. والله قلبت على كبده. لا مش كبده. يلا بس هنكمل. نحط البصل يا مريضة ولا بلاش؟ انا بحب قولي. انا البصل هيكرمل هيديها طعم كده حلو. طب يلا نكرمل. حطي البصل. يلا بينا. حطي حبيبتي. يلا بينا اتفضلي. دي بقى عايزين بقى عايزين تاول كده. هتقلبي بيها؟ لا يا حبيبتي نجيب تاول كده بس. ماشي. حطي عليها اتفضلي البورد. اتفضلي. معلش انا منظمه في بيتي. ماشي. لا انت براحتك تعملي انت عايزاه. تقلبي ده كده يديلك كرمله. معلقه سكر صغيره تديكي كراميل للبصل. هشوف لك. حاضر. يعني لو لقينا امكانيات القناه ما تسمحش ممكن. ايه ما عندوش يعني جايبين لحمه ومش عندكم سكر؟ لا هنجيب لك حالا. حاضر. مش فاهمه الطرحه. انا مش حاطه في الوصفه ف خلاص مش مشكله. مش مشكله لو مفيش سكر خالص. المريضه لازم نحافظ عليه. معلش قولي لي بقى المريضه عشان نتكلم بقى جد شويه. قولي لي فكره اللي انت بتعمليه ده جت منين؟ عادي كانت ماما قاعده في البيت عادي. اتكلم بطريقه مريضة ولا طريقه بشوي؟ اللي يعجبك. خلاص ماشي. كانت ماما قاعده بتعمل اكل في البيت. فانا قلت لها هتعمل معاكي سلطه. فروحت حطيت عندي صحابي مشاهير فبيعملوا المنظر ده. هنحط مشروم يا حلوين. برافو. يعني we added steak first then we're gonna add an onion and we're gonna add an mushroom. بصي الاجانب عشان يفهمونا. انا هنتكلم عن النقطه دي بس مش دلوقتي عشان الاجانب يفهمونا. اللغه اللي احنا اتكلمنا بيها دي هنتكلم عليها بس مش دلوقتي. لسه معانا كلام كتير هنقوله مع بعض. خلاص ماشي. بس فانا قلت اعمل السلطه عادي في البيت. فانا عندي اصحابي اوريدي بيعملوا كاركتر زي دي وانا كنت متفرج قبل كده على فيلم الهاني رمزي اللي عامل فيها دور واحده ست. رحت حطيت حرفيا نفس البتاع والمشبك وعملت بنت اللي هي مش بتعمل حاجه لامها وما بتشتكي لخالتها. فمن ساعتها الفيديو طلع فايرل. طلع جاب 4 مليون في ثاني يوم. فمن ساعتها بقى معروف بمرضى بس وسموه حبيبتي. دي الفكره طلعت من هنا. دي فكره سماح طلعت من هنا. طب حلو. في حاجه بقى ثانيه انا عايزه افهمها. ايه؟ انت لبست الشخصيه ازاي؟ يعني انت لبست الشخصيه دي ازاي؟ الشخصيه نفسها لبستها ازاي؟ كنت بتفرج كتير على الافلام القديمه العربي وكمان كنت بسمع جيراننا دايما عندهم صوتهم عالي قوي ما عندهمش برايفسي بربع جنيه فكنت دايما بسمع منهم. تمام. سهل يعني خير. انا شايفه ان انت بتتكلم عن حاجات بتحصل فعلا جوه بيوتنا عشان حرفيا دي يعني الحاجات اللي صح. يعني مثلا جاره وفي مثلا تنجيد زي اللي انت قلته او عزال عفش. الله يرحمك يا ابو ابراهيم. قرت عليك جابت اجله. عينيه مش وحشه هو خشب ده ولا لا؟ لا لا ده مش خشب. لا هو لا لا المطبخ لسه جديد. ربنا يخليك. ما ينفعش. كملي. فالفكره انت يعني لابس الشخصيه قوي. اوكي. الفكره دي هي اللي منجحاك يعني مش فكره ان انت عملت كاركتر جديد فهي نجحتك. لا انت لابس الشخصيه اكنك عايش جوه الحاله دي. هو اوكي. هو بغض النظر عن شخصيه مريضة انا شخصيتي مختلفه 15000 درجه. ما انا عارفه. ما دي بس هنطلعها ونعرفها في الحلقه. بس لما كنت لما لقيت الجايبه فايرل والناس حقيقي حابين ده فانا قلت خلينا اكمل كذا فيديو فعملت حرفيا 4 فيديوهات أو 5 فيديوهات وابتديت انزل بقى الفيديوز العاديه اللي كنت بنزلها قبل كده. لا الناس مش محتاجين غير مريضة مش عايزين غير مريضة.